كلمني على ميكالي شويه، يعني احنا شفناه مدرب كبير من من بره يعني خلاص الراجل اشتغل شغل فنيا في الملعب شفنا انه هو مدرب كبير، قول لي بقى جوه في اوضه اللبس انت كلاعب يعني اللاعب اكتر واحد بيعرف مدربه، يعني ممكن اشوف مدرب كويس بس اللاعب نفسه مع المدرب يبقى عارف ان هو مش مدرب مش كويس، يعني بيبقى بيع بيعه كده، هو بقى من جوه انت حاسس بيه ازاي؟ والله بص انا ما اتكلم على الراجل ده الصراحه يعني بدل الفنيات ما فيش اختلاف آه في اختلاف في الفنات يعني راجل واخد اولمبيات يعني بالظبط واخد اولمبيات واخد اكبر بطوله بعد كاس العالم صح يعني. فاهمني بس بالنسبه للتعامل الراجل ده احنا كنا ساعات بنلعب علشانه في الملعب عشان جهازه من والله جهازه كله من اكبر لاصغر واحده الناس دي بتشتغل ليل نهار يعني محلل الاداء والله العظيم ما كان بينام والمعد البدني كان كل حاجه بيطور فيها وكابتن شيتوس بيجتهد و... وتياجو المساعد بتاعه كله وحق الاداريين الجهاز كله جهاز جهاز كل. شغال بجد مش بجد. اللي هو في واحد كده و... داخل كده وخلاص في الجهاز من, أ... من الصراحه من اهم الاسباب اللي احنا نعمل اداء كويس الجهاز الفني والاداري الصراحه مم. يعني مم. كابتن حرب وكابتن مبارك كل الناس, مم. الناس كلها جدت... مجموعه اللاعبين اللي كانوا موجودين مش كتير منهم كان بيشارك بشكل اساسي مش كتير منهم اصلا متجمع بقاله فتره مع بعضه و... هو ده يمكن كان سبب قلق ازاي بقى قدرتوا تعملوا انت بب. انا ملاحظتي دي صح لا اه لا برافو عليك والله انا كنت اقول لك آه. في الاول اصلا ده السبب اللي الناس تقول المنتخب ده مش هيعمل حاجه اه اللي احنا معظمنا ما لعبش كتير صح ممكن ظروف يعني الانديه والكلام ده آه. انا من ضمن الناس يعني حصل معاها الظروف ده الظروف دي اللي هو مدرب مثلا مش عارف ايه الكلام ده فاثرت فينا يعني ممكن صح. اتنين ثلاثه اللي هم بيشاركوا بصفه مستمره بس الراجل زي ما بقول لك وصلنا فكره اللي انتوا انا مش قلقان منكم خالص مش قلقان من الناس بتلعبش كتير والكلام ده انتوا كامكانيات انا واثق فيكم فدي انعكس علينا طيب